السلام عليكم. اليوم رانا في اكبر حديقة عمومية وحظيرة للالعاب في مدينة شلف، ونشوف هنا يعني الحجم الضخم لهذه الحديقة اللي تمتد الى هذا البناية. هنا عندنا كل هذه الاماكن هي مهيئة كحظيرة نتاع التنزه والترفيه، شيء والله غير مفرح. لكن على حسب ما نشوف بالك لربما كل هذا الجزء غير مستغل يعني حد الساعة، لكن فيه حظيرة كبيرة جدا راهي هنا نشوفها في الجزء هذا. كان الجزء هذا اللي منا في جهة الأشجار، الجزء هذا مستغل فيه بعض الألعاب. وهنا نشاهد حظيرة كبيرة جدا ضخمة كلها، لكن غير مستغلة لحد الساعة. نحاول نزيد نقترب نشوف أكثر. وهنا فيه على اليسار فيه مسرح على الهواء اللي هي نشوف على اليسار. وهنا نشوف هذه الحظيرة الضخمة التي يعني شيء جميل جدا أن تكون لدينا هذه الحظائر اللي راهي تفتح يعني حقيقة في كل ولايات الوطن وفي كل مدن وإن كان كثافة سكانية فيه هذه الحظائر اللي راهي قيد التهيئة. وهنا نشوف الحظيرة هذه على حسب الشوفة الحظيرة هذه ما راهيش مستغلة، ويعني الأشغال تاعها مازال لم تنتهي، لكن فيه عمل نتاع التهيئة نتاع المكان هذا كبير ما شاء الله. موقع جميل جدا مش بعيد عن المدينة نتاع شلف. وهنا نشوف على اليمين نشوف المدينة تبان شوية على الجهة اليمنى، ونشوف هذه الحديقة اللي كما نقولوا مترامية الأطراف كبيرة جدا. الله نخليكم تابعوا هذه الجولة في أكبر حظيرة ترفيهية في مدينة شلف، وانتظروني في فيديوهات أخرى على مدينة شلف. راني زرت المدينة نتاع شلف وفيه حوالي 20 إلى 30 فيديو سوف أنشرها في الأشهر المقبلة عن مدينة شلف، وفيها عدة مفاجآت عن المدينة تاع شلف. إذن خليكم تابعوا هذه الجولة براحتكم وبصحتكم، والسلام عليكم.